السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم متابعي قناة إخبار الوادي في فيديو جديد. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهات القناة، أتمنى منك الاشتراك بالقناة وتشغيل جرس القناة، ولا تنسى الضغط على زر اللايك تشجيعا لنا لكي نستمر إن شاء الله بنشر كل ما هو جديد. يعتبر مسلسل الحفرة من المسلسلات التركية التي حققت نجاحا كبير خلال السنوات الماضية، منذ بداية عرضه لأول مرة عبر الشاشات في عام 2017، حيث يصنف ضمن قائمة أفضل المسلسلات التركية. وينتمي هذا المسلسل لدراما الأكشن والجريمة، ويتكون من 3 مواسم. ففي هذا الفيديو سوف نعرض لكم شخصيات من مسلسل وادي الذئاب شاركت بمسلسل الحفرة. دعونا نبدأ. الشخصية الأولى الفنان علي سورميلي، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية الخال زازا بالموسم الرابع وحتى الموسم السابع، وقد شارك بمسلسل الحفرة بشخصية جانسيز بالموسم الثاني. الشخصية الثانية الفنان مصطفى اسكندا، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية مورو بالموسم الثالث والرابع، وقد شارك بمسلسل الحفرة بشخصية كهرمان بالموسم الأول. الشخصية الثالثة الفنان محمد جان غورن، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية أبو جلال بالموسم الثاني، وقد شارك بمسلسل الحفرة بشخصية رشيد فيض الله بالموسم الثاني والثالث. الشخصية الرابعة الفنان أركان كولوشيك، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية جال يري بالموسم الثاني، وقد شارك بمسلسل الحفرة بشخصية فرتغل سعد الدين بالموسم الأول وحتى الموسم الثالث. الشخصية الخامسة الفنان أركان إفجي، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية جرهان بالموسم الثالث، وقد شارك بمسلسل الحفرة بشخصية شتو بالموسم الثاني. الشخصية السادسة الفنان جنكيز خان أكن، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية ديمتري بالموسم الثامن وحتى الموسم العاشر، وقد شارك بمسلسل الحفرة بشخصية بوريس بالموسم الثالث. الشخصية السابعة الفنان هاك فردي بيبار، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية مساعد جوزيف بالموسم السادس، وقد شارك بمسلسل الحفرة بشخصية طبيب جراح بالموسم الأول. الشخصية الثامنة الفنان نفزات يلمز، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية زهايرس بالموسم التاسع، وقد شارك بمسلسل الحفرة بشخصية أيهان بالموسم الأول. الشخصية التاسعة الفنان هركان أستاذ، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية المدعي العام بالموسم الأول، وقد شارك بمسلسل الحفرة بشخصية المحامي بالموسم الثالث. الشخصية العاشرة الفنان هركان إرديل، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية جان بالموسم الخامس، وقد شارك بمسلسل الحفرة بشخصية إيفان بالموسم الثاني. الشخصية الحادية عشر الفنان أرجون تاس، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية إيغور بالموسم الثامن، وقد شارك بمسلسل الحفرة بشخصية يافوز بالموسم الثاني. الشخصية الثانية عشر الفنان علي إرتان جوني، شارك بمسلسل وادي الذئاب بشخصية الدكتور باقي بالموسم الخامس، وقد شارك بمسلسل الحفرة بشخصية بدري بالموسم الأول. وسوف نقوم إن شاء الله بنشر كل ما هو جديد. وفي الختام أرجو منكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء في فيديو جديد. دمتم سالمين.